رسائل فخر واعتزاز تتلقاها المرأة العمانية سنوياً في 17 من أكتوبر لتثبت أنها أساس هذا المجتمع، وأن جهودها في رفعة وبناء هذا الوطن تترجم واقعها إلى مراكز متقدمة ومناصب وإنجازات رفعت اسم عمان عالياً. وفي جامعة السلطان قابوس حققت المرأة العمانية مكاسب وإنجازات في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية بدعم وتوجيه واهتمام ورعاية لا محدودة من الجامعة، حيث حصلت دراسة بيئة المعلومات والممارسات الاجتماعية والتقنية للرقميين الرحل لنهاد بنت علي الهادية، أخصائية معلومات وبيانات بمكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، مع الدكتور علي العوفي من قسم دراسات المعلومات بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية على جائزة ليترتي أورس كأفضل ورقة علمية لعام 2020، مقدمة من الناشر إيميرالد، والذي يحتفل سنويا بالمساهمات المتميزة للمؤلفين والمراجعين في الكتب والمجلات العلمية التي ينشرها. وتناولت الدراسة التي تم نشرها في 1 يونيو 2019 أحد أهم المواضيع المتعلقة بالعمل المستقبلي، وهو مصطلح الرحل الرقميون أو البدو الرقميون، وهم مجموعة من الأفراد الرحل يجوبون العالم حاملين حواسبهم معهم. أما وظائفهم فهي كالمهن الحرة التي تستطيع أن تقوم بها عن طريق الإنترنت، بعضهم مصممو جرافيك أو كتاب أو صحفيون، والبعض الآخر مترجمون أو يعملون في مجال السوشيال ميديا أو يقومون بإعطاء بعض الدروس عبر الإنترنت ويعملون بطريقة حرة، إذ يتيح لهم ذلك الرفاهية اللازمة للسفر عبر العالم وفي الوقت نفسه مزاولة مهنتهم وترتيب مواعيدهم بما يتناسب مع طبيعة حياتهم، إذ يمكنك بهذه الطريقة العمل من تايلند أو من شاطئ البحر بجزر المالديف تماما كما يمكنك العمل من المنزل. وبحثت الدراسة في ممارسات المعلومات المتعلقة بهذه الفئة من العاملين في السلطنة، وذلك بتسليط الضوء على الجانب التقني، وتضمن قياس المهارات الآتية: القدرة على الوصول للمعلومات من أي مكان أثناء التنقل والسفر، مهارات رقمنة المعلومات والتعامل معها لتسهيل الوصول إليها من أي مكان، آليات استرجاع المعلومات عند الحاجة لها وعن بعد، والجانب الاجتماعي والذي يتضمن قياس ساعات العمل التي يقضيها هؤلاء العمال في العمل خلال التنقل، أماكن العمل التي يفضلون العمل فيها ومعايير اختيارها، المحفزات الاجتماعية التي يبحثون عنها في أماكن العمل مثل بناء علاقات مهنية أثناء التجول أو التعرف على متخصصين من نفس المجال. وفرت الدراسة فهماً واضحاً ورؤى أساسية حول اتجاهات العمل البدوي من خلال إجراء مقابلات مع 21 من الرحل الرقميين العمانيين الذين يعملون في المؤسسات الكبيرة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعاملين في الشركات والمبدعين المستقلين والعاملين متعددي المهارات. وتوصلت إلى أن مصطلح العمل البدوي أو الرحل الرقميون لا يزال في مراحله الأولى في السلطنة، إلا أن نتائج الدراسة تشير إلى أن البدو الرقميين العمانيين قادرون على إنشاء استراتيجيات عمل مؤقتة تسمح لهم بإنشاء أماكن عمل فعالة خاصة بهم، ولديهم أيضا القدرات الأساسية للاستفادة من التكنولوجيا لدعم إنجاز عملهم. كما أوصت بضرورة استخدام نتائج هذا البحث لتطوير التفكير العام بين العاملين والمنظمات حول دور العمل المتنقل في تحسين أداء العمل والاستثمار في تطبيقات الحوسبة الحديثة والتكنولوجيا المعلومات لتسهيل العمل الناجح عن بعد. كما يمكن أن تساعد نتائج الدراسة صانعي القرار على معالجة المسائل الاجتماعية والتقنية من خلال ضمان أن المقاهي وصالات المطارات والأماكن العامة وأماكن العمل المشترك يمكن أن تلبي المتطلبات الخاصة للعمال الرحل الرقميين. والجدير بالذكر أنه ولأكثر من 25 عاماً يحتفل الناشر بالمساهمات المتميزة للمؤلفين والمراجعين في الكتب والمجلات العلمية التي ينشرها، وتعد جائزة ليترتي أورس أحد هذه الجوائز، والتي تنقسم إلى عدة فئات وهي كالآتي: جائزة أفضل ورقة علمية، جوائز الأوراق الموصى بها، جوائز المراجعين المتميزين، جائزة المؤلف المتميز. ويتم اختيار الفائزين عن طريق عدد من المحكمين والمحررين في المجلات العلمية وفقاً لمعايير محددة، منها تأثير البحث ونتائجه على المجتمع الأكاديمي والعالمي،
الإضافة والمساهمة المعرفية التي يقدمها البحث، بناء وهيكلة البحث، الكتابة الجيدة، الصرامة في النقاش أو التحليل، الصلة والحداثة. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.